متهيالي اصعب انواع الحلقات لما ممكن اللي ممكن تعدي عليا لما تكون ضيفتي هي صاحبه عمري اللي في قلبها كل تفاصيلي واللي في قلبي كل ملامحها. اكيد هلي صعوبه اني احيد مشاعري واعمل نفسي مثلا مندهشه من اجابتها. طب انا هكتشف فيها ايه جديد وهي لسه ما تعرفش عني ايه غريب؟ اعتقد اننا خلصنا كل الاكتشافات للدرجه اللي ممكن نقعد فيها ما نتكلمش ونفهم بعض برضو من غير ما نحتاج نشرح او نبرر. انا كنت شاهده على بدايتها من اول فيلم وياما حضرت معاها تصويره، كنت فرحانه بيها وحبيت ادوارها التلفزيونيه وقفتها الثابته على المسرح، وفوجئت بجرأتها اخيرا كاعلاميه. لقيتها بتطرح قضايا اجتماعيه وسياسيه وبتعترض وبتحلل وبتتفق وبتختلف، والدكتور البردعي عمل لها بلوك. معقول هي دي اللي احنا كنا واحنا صغيرين بنلعب مع بعض في المدرسه؟ انا هحاول اعمل حوار، يعني هو تقريبا هيبقى يعني تفريغ لمكالمه من مكالمتنا بتبتدي من صباح الخميس بتنتهي مساء السبت. خلوني ارحب بالنجمه متعدده المجالات رانيا محمود ياسين. انت مصدقه اللي احنا بنعمله؟ ايه الجو ده؟ شفتي الجو ده؟ مساء الخير حضرتك وكده. مساء الخير يا فندم. ارجوك وانت جايه من الفضاء كده. وانت جايه من الفضاء كده. رانيا قولي لي انت، انا قلت في الانترو المقدمه حبيبتي، قولي لي انت، انا قلت في الانترو المقدمه ان انت من سلالة فنية فيها فنانين وفيها كتاب وفيها إعلاميين وفيها مهندسين ديكور وفيها يعني ثروة فظيعة. العيلة دي شكلت وجدانك، أو نقدر نقول هي دي كانت مرجعيتك علشان تعدد المجالات اللي انت كنت فيها؟ أكيد طبعا، يعني أكيد لهم يعني تأثير كبير في حياتي وخلاني أتأثر أكيد بيهم. في جينات برضو دخلت في الموضوع، لكن طبعا الأتموسفير كله إعلامي وفني وكتابة ويعني الأتموسفير كله ميديا، يعني فغصبا عنك بتتأثري وبتتكلمي وبتهتمي، وبيبقى مشكلاتك هي مشكلاتهم واهتماماتك هي اهتماماتهم، غصبا عني بتبقى الأتموسفير بيخليني طبعا متأثرة جدا. صحيح. طيب قولي لي، من أول فيلم إيش البندق لحد آخر فيلم فوبيا، إيه اللي اختلف في رانيا؟ لا اختلف كتير. زي إيه مثلا؟ رانيا فاكرة أن الدنيا حلوة والفن ده شيء جميل مرفرف وسهل ولطيف وأتموسفير لطيف، لواحدة عرفت أن الشغلانة مش كده خالص. خالص. أنت ليكي رأي قاسي فيها، أنها فيها شلالية، فيها شلالية، فيها يعني هقولك إيه، ملهاش مقاييس، ملهاش حاجة معينة تقدري تقولي ده هو الوقت الفن محتاج كذا، لا ده هو كل فترة له وقت وله ناس بيحبوهم وناس بيقلبوا عليهم وناس، وفي ناس بتبقى هي اللي ماسكة الميديا خلاص في وقت من الأوقات، هم دول عايزين الناس بتوعهم أو اللي هم شايفين إن دول خلاص راحت عليهم يقعدوا في بيتهم بقى كفاية عليهم كده، حتى لو لسه عندهم لسه كويسين ولسه عندهم طاقات، لا كفاية عليهم كده يقعدوا في بيتهم بقى كفاية عليهم كده. إنتاج، ناس ممكن تلاقي الإنتاج بقى في ذروة انتعاش وتلاقي فجأة الإنتاج وقع خالص. تلاقي فجأة المؤلفين بيكتبوا كتابات حلوة جدا وفجأة تلاقيهم بيعملوا أي قلب وأي سلق، أو بيكتبوا الناس معينة عشان عارفين هم دول اللي بيوزعوا وهم دول اللي بيبيعوا. تلاقي الإنتاج عايز يدي سوبر ستار فلوس بس والباقي كله يبقى كده يعني زي ما يكون. طب إيه اللي شدك في فيلم فوبيا؟ ولا حاجة. ما فيش. إيه ده؟ ولا حاجه خالص كده؟ والله ولا حاجه. الفيلم كله بالنسبه لي ان انا عايزه اتواجد سينمائيا، ناس بعت عليا فيلم لطيف خفيف شباب لذيذ كوميدي محترم ما فيهوش اي حاجه تسيء للمجتمع غير ان هو يعني فيلم يعني ناس تروح تتفرج عليه تبقى خارجه مبسوطه تاخد الاسره وينبسطوا ويخرجوا. طيب انت تركيزك الدرامي اكتر، انا شايفه ده، عندك مجموعة يعني مسلسلات رهيبة، منتهى العشق، حكايات وبنعيشها، الداعية، العصيان، النهر والتماسيح، اتهام، الهروب، ريح الشرق، سوء الزلط، يا أنا يا أنتي. بس أنا هقف بقى عند أم الصابرين عشان أنا كنت شاهدة على اجتهادك ومذاكرتك ليها ومشكلتك. هل ده ما عقدكيش من الدراما، المشكلة اللي حصلت مع المسلسل العظيم اللي قعدتي تذاكري فيه زينب الغزالي؟ والله أنا كنت عايزة أطلع المسلسل ده لأن دي داعية عندها في حياتها الكثير من الـ يعني ما يهم الناس وما يهم المرأة، وهي كداعية ست وسطية جدا لها ما لها وعليها ما عليها. جت فترة من الأوقات كانت فاكرة أنه جماعة الإخوان المسلمين هم اللي هم يعني اللي هيبقوا يعني هيقفوا جنب الدعوة وبتاع، فهمت بعد كده لما كبرت أن الموضوع مش كده خالص. هي ست عندها حاجات في حياتها يعني ممكن تعجبك وفي حاجات ممكن ما تعجبكيش، حاجات تتفقي معاها بس قماشة كبيرة. لا عندك مثلا يعني مثلا واحد من المثقفين المفترض يقول لك ايه، انا زعلان جدا من رانيا انها عملت ام الصابرين، ازاي تعمل حاجه يعني واحده كانت من يعني رموز الاخوان يعني. طب هو لما اياد نصار عمل حسن البنا مثلا كان
يا عم انا اسمي، انا اسمي كده مشخصه طيه، يعني يوم اعمل زينب الغزالي، يوم اعمل جولدا مائير، يوم اعمل السيده زينب، يوم اعمل واحده حراميه، يوم اعمل واحده نصابه، يوم ده مش بالضروره يكون توجهك انت، ده ملوش علاقه بقناعاتي. صحيح صحيح. تلاقي واحد بقى ايه ده مثقف، يعني المفروض ان هو يعني ايه من ضمن قامات الثقافه في مصر. فبصي تبصي الفكر التفكير رايح فين، اللي رايح فين هو يعني. طيب ده ما بيعملكيش توازن مثلا لما واحده بحجم مثلا سيده المسرح العربي سميحه ايوب وتقول ان هي وقفتك على المسرح وقفه قويه جدا، ده بيعمل لك توازن؟ بصي انا ولو ان انت تجربتك في المسرح تجربه في البدايات قوي وتجربه مؤخرا. بصي هو يعني لا والله انا اشتغلت مسرح كتير برضو، انا مسرح خد من عمري شويه. يعني في الاوقات اللي انا كنت بشتغل فيها كويس جدا كنت بسيب اعمال دراميه مهمه جايه رايحه، يعني هتبقى هتعرض في رمضان عشان خاطر عشان اعمل مسرح. طبعا اكتشفت ان انا عبيطه في الاخر، يعني ليه برضو الله انت اكتشفت انك عبيطه كتير قوي؟ انا اكتشفت عبيطه جدا انا في تجربتي الفنيه كلها. لا ليه وليه تقولي انك عبيطه؟ ليه ما تقوليش انك انت تلقائيه؟ ليه ما تقوليش انك انت ماشيه باحساسك؟ لا هو لازم تحسبيها وتخططي لها وفي وراكي مؤسسات بيظبطوا لك وبتاع، تلقائيه وده عبط عبط. بس المسرح برضو بينمي يعني شخصيه الممثل. ماشي بس الدراما هي اللي بتعلي وهي اللي بتعمل لك اسم في السوق وهي اللي بيبقى لك عمل كل سنه بيقيموه كويس في بعد رمضان النقاد وكده، انما المسرح له الناس بتوعه اللي بيحبوه اللي بيهتموا بيه ونوعيه محدوده ومحدده، يعني تقريبا بيبقوا العائلات بتوع المسرح او الناس اللي مهتمين قوي بالمسرح او نقاد المسرح، فبتبقى دايره وضيقه. لكن يعني كان في سذاجه كده. طيب مفيش سذاجه بقى في الناحيه الاعلاميه، انا شفتك اعلاميه قويه عماله بتتكلمي وبتعفري وبتطرحي قضايا وحاجات زي كده، وعندك محطتين، محطه قناه العاصمه ومحطه الحدث. اتعرضتي لهجوم شديد جدا في قناه العاصمه، هل ده ما خليكيش مثلا تحسي باحباط فما تقدميش على مرحله قناه الحدث؟ لا خالص، انا ما تعرضتش لهجوم، ده كان هجوم من الصحافه لان كان في واحد من لاحسني على المبارك عايز يحرقني يعني في الموضوع. فانا سيبته يعمل ده بس مش اكتر من كده. لكن انا الحقيقه ان انا ما كانش عندي مشكله خالص ولا حصل لي مشكله ولا كان عندي حاجه، انا جالي عرض اقوى في قناه الحدث ان انا اعمل توك شو نايت شو، فده ضايق بعض الناس فبدوا يهاجموني من في الصحافه، انما انا ما حصليش اي مشكله. هو في يعني في واحد كان عايز يعمل لي مشكله وكان هناك مشكله، والحقيقه هو ما فيش كانش في بس انت مالكيش، انت ليكي اعداء ايراني ولا ايه؟ هو اكتشفت مؤخرا في الحكايه دي. هل ده لانك نشطه مثلا على برضو الفيسبوك؟ برضه لاني كنت تلقائيه زياده شويه برضه في التعامل يعني. وليه ما تقوليش ان انت كنت على طبيعتك او بتتكلمي بقلبك؟ ما هو انا ما هو تلقائيتي او ان انا بتعامل بقلبي، انا مش عايزه اشكر في نفسي يعني، بس هو اكتشفت انه طول ما انت كلير وواضحه قوي ده بيفتكر ان الناس بتفتكرك عبيطه او بتفتكرك ان انت سهله. فبيكتشفوا ان ساعه لما بتقلبي انه لا انت مش كده، لا انت عندك بقى وعي وعارفه كويس قوي اعدائك من احبابك وبتعرفي تردي على عدوك وتعرفي تقفي له، فيبتدي يكش بقى ويرجع لورا. صحيح بس. صحيح. طيب قولي لي، زواج رانيا محمد ياسين ومحمد رياض زواج بدون ازعاج؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. لما بيحس ان انت بتتعرضي لهجوم بيكون رد فعله ايه؟ انطباعه ايه؟ بيبقى شايل همي جدا وبيبقى متضايق قوي عشاني، يمكن متضايق عشان اكتر مني يعني ده بجد. وانا بقعد اقول له خلاص ما تضايقش نفسك يعني هتعدي وبتاع، وانا ببقى طبعا هطرشق يعني، بس هو بيبقى قلقان جدا عليا وبيبقى طول الوقت ده شغله الشاغل، وممكن يبقى عصبي عشان حاسس ان انا يعني محطوطه في حته مثلا حد بيضايقني او حد بيحاول يضغط عليا او بيحاول يقزمني او يعني كده، فبيقلق عليا. فانا بقعد اقول له ما تقلقش بسيطه ان شاء الله هتتعدل يعني. طيب انا هسالك من اعمالك الدرامائيه وتردي في جمله وده اللي هيبقى ختام. امتى تعملي عصيان؟ لما بلاقي حاجه غلط. تمام. ايه اصعب اتهام اتوجه لك؟ ان حد يحاول يطلعني مش وطنيه او كلام زي ده، فبس الحمد لله رب العالمين ربنا بياخد حقي على طول. وتعرضتي فعلا في الفتره الاخيره واحده اصعب انواع الاتهامات، في زميله عملت نفسها المحلله السياسيه وبتاع، فطلعت عملت قعدت تحلل وحاجات كده، فطلعت ان هي حقيقة بتحلل تحليل، عايزه تروح تعمل تحليل هي. خزعبل. تحليل نفسي. حلوه دي، حلوه دي جدا. طب ايه اللي ممكن تحتفظي بيه في كارت ميموري وايه اللي ممكن تمسحيه؟ لا اللي احتفظ بيه بكارت ميموري اصحابي وحبايبي واهلي وكده، واللي ممكن امسحه واللي احس ان هو مش صديق او مش حد عدو يعني. رانيا عندها فوبيا من ايه؟ عندي فوبيا من ايه؟ وليه؟ يعني لا بخاف من الادوار العاليه جدا. من الادوار العاليه؟ الادوار العاليه قوي يعني، بعد الرابع ببتدي اتوتر. تمام. طيب ادم وعمر بقى منتهى العشق، عايزاكي تواجهي لهم كلمه وده هيبقى
ختام حلقتنا السريعه الفظيعه المريعه. ما هنعمل ايه عشان انا الطريق كان سيء جدا. معلش ولا يهمك، بس انت نورتينا يعني. فارجوكي توجهي كلمه لادم وعمر اللي هم منتهى عشقك وولادك الجمال اللي هم ثمره حياتك. والله بقول لهم ربنا يخليكم ليا يا رب، ويعني اشوفكم احسن رجال في مصر وتبقوا فعلا اولاد صالحين، وربنا يكرمني فيكم. وانا يعني يمكن ضيعت حاجات كتير قوي في حياتي في شغلي او بتاع عشان ابقى جنبكم، فيا رب تعبي يبقى بفايده واشوفكم احسن ناس يا رب. حبيبتي ربنا يخليهم لك يا رب. من اقرب الحوارات لقلبي ومن اسرع الحوارات اللي حصلت في عصا الابيض. بس انت نورتينا يا رانيا حقيقي، واتمنى ان انا اشوفك. بقى عندك حاجه في رمضان ولا إيه؟ لا لا لا، ما عنديش حاجه في رمضان. ما عنديش حاجه الحمد لله في رمضان، لانه هم بيجيبوا ناس بتوعهم بس مش عايزين الناس. لا خلاص بقى دول احنا. طب احنا مستنيين فوبيا، وهنستضيفك تاني بعد فوبيا. خلاص ان شاء الله باذن الله. تمام نورتينا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي.